اخر بلاصه قدروني قبل ما نوصل لعيشو زهيم، هي الطريق ديال عيشو زهيم. الهدف ديال هاد الخرجه اللي درنا اليوم هو اننا نعرفوا الطريق اللي ندوزو، احسن طريق، شنو العراقيل اللي نقدروا نلقاوهم، مسائل. حاجه اخرى هي اننا نوصل في الدوار ونحاولوا نتلاقاو مع شي مسؤولين تما، كيف ما دابا نتلاقاو مع واحد الناس من واحد الجمعيه باش نحاولوا نكوليكتيو لو ماكسيموم دانفو من عندهم، وابخي نشوفوا المسائل الاداريه معاهم نيش باش ناخذوا لوتيريزاسيون المسائل. ان شاء الله يكون خير هنايا الخدام باش نحاولوا نديروهم هنايا مورا رمضان في سبتمبر.